لنعمل دب الزيتون الحار احنا بحاجه لكوب زيتون اسود شرائح، نص كوب زيتون اخضر، نص قرن فلفل حار، وكمان بدنا عصير ليمونه، زيت زيتون، ومعلقتين كبار بقدونس مفروم. هلا دب الزيتون كثير زاكي، هذا كثير بشهي اذا كنت عامله اكل تلياني وبتحطيه قبل مع هيو زاكي، بناكله بالمطاعم الايطاليه هي زي هذا حاطين زيت زيتون وخل اسود اللي هو خل البلسمك، خل البلسمك وبنعمل هلا الدب تبع الزيتون. هلا مشاهدينا بنحط الزيتون، شغلته سهله كثير، جبت الزيتون الاسود شرحات عشان اسهل لي من مقعد اني اقيم البذره. ايش نوع اللي جايباه؟ الكلماتا هذول بصير كلماتا ايش يعني هم ايش بتوفر عندهم يعني الموجود يعني اي نوع زيتون اسود هذا انت شيء رح تخلطيه فرح يطلع فيه بس انا ليه بحب الشرائح شيء جاهز، ما بتقعدي تقيمي البذر اذا عندك زيتون اسود عادي، هذا اللي بيوفر عليك. وجبت الاخضر يعني. كمان هذا الاخضر مقيومه العجمه تبعته، ومحشي زعتر اذا لقيته منه، اذا ما لقيته منه بس اهم شيء يكون بلا العجمه. تمام يلا بنحط شويه عصير ليمون وشوية بقدونس، هلا بنحطهم وبنصير ندخل زيت الزيتون بشكل تدريجي.